وكاينين الناس ما عندهم باش يعيدوا، مازال حنا كنديبانيو شويه، كان هذا الناس حدايا ما عندهم باش يعيدوا، الناس كتعاني يا خويا، هذا هو اللي كاين، هذه شهاده الحق وصافي. الرساله هما يدوروا ويشوفوا الناس راه ما عندها باش تعيد. انا قلت لك انا ما كندويش على راسي، انا كنديباني الحمد لله، حنا عايشين بالقدره الالهيه، ولاني كاين الناس ما عندها باش تشري، ما عندها باش تشري حتى الشوايه، ما عندها باش تشريها عاد الحولي. هذا هو اللي كاين، هذه هي الرساله اللي كنتمنى تلفتوا ليها. ياك راه حنا في هذه الاجواء، هذه العيد راه اجواء راك عارفين كي دايره، وراه خصنا شويه ديال الدعم باش يدوز العيد، يلاه يدوز هو هذاك العيد. اما الا ما عطاوناش الدعم راه نصف العيد. يعطيونا الدعم في هذه المرحله الثالثه ويعاونوا المواطنين في هذا العيد، هذا راه القضيه شويه مهرسه. يعني انا محتاج باش نشري العيد، ولكن انا ما خدامش، يعني كنجي غير للجطيه باش نترزق الله، باش يعني نبيع ونشري باش نجيب لوليداتي العيد الاضحى. هذا هو يعني باقي ما خدامش، الخدمه باقينا على الله يعني. واش نقول لك، غندوزوه بحال الناس يعني، الله يدير شي تاوت الخير وصافي. كيفاش غندوزوه؟ هنا كنتمناو شي خدمه باش نخدمو وربي يسهل علينا باش نشريو العيد بحالنا بحال الناس. يعني الشرف ديال الراجل هو الخدمه، حنا دابا ما خدامينش، ايوا تنترزقوا الله باش ما قسم الله، وكنجمعوا اللي قسم الله باش نشريو العيد وصافي بحالنا بحالنا. اش نقول لك اخويا، الاجواء ديال العيد ما بقاش هذيك الاجواء ديال اللي تنعرفوا، زائد اخويا الناس مأزمه بزاف مع الكورونا. بنادم بالنسبه لي انا كنت خدام في شركه وحبس دابا، يعني تنطلب من الدوله تعطي فهمتي دير معنا شي حل باش كلشي يعيد وكلشي كلشي يفرح في هذه المناسبه ديال العيد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.